في برنامج دردش مباشر مستمرين إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى من أجل الدفاع عن دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني علي من اسمي علي من العراق. طيب علي، عارف موضوعنا اليوم؟ ايه نعم، لماذا لقب الشيع بالاثنا عشرية؟ هذا مكتوب على الشاشة. لا 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 لا، موضوعنا اليوم اقنعني بالتشيع، يعني كيف تقنعني اكون شيعي اثنا عشر؟ ده بتاع امس ده. والله صراحة يعني أنا متشيع جديد، كانت سني قبل. ممتاز، يعني انت اكتر واحد هتقنعنا بالتشيع، اتفضل. كيف اكون شيعيا؟ والله يعني ما بالك يا شيء، يعني قلت لك أول شيء من بداية هذا أنا متشيع جديد، طيب فما لقيت شيء يعني حضرتك تشيعت جديد، منهج. يبقى اكيد حضرتك بحثت هنا إيه وهناك نعم، الى ان وجدت الحق. ففي خلال بحثك بالعكس، يعني انت تعلمني ازاي اكون شيعي، يعني ابتدي منين وايه الامور اللي خليتك تترك عقيدة السنة اللي كنت عليها واصبحت شيعي؟ يعني اتفضل. يعني اول شيء انت ما تريد يعني تكتشف انه كلامي صحيح، انه انا كنت سني قبل يا حبيبي انا وبعدين قلت لك صرت حاجه؟ شيعي هو انا اليوم. دلوقتي زعلتك في حاجه؟ اقول لك يا عم انت راجل اكيد وصلت الحقيقه، اقنعني بالتشيع اللي انت اقتنعت بيه، اتفضل. اول شيء يعني طبعا هاي لأحد اول وعمر شيء بن ايه؟ الخطاب. اول شيء علي نعم، الساعدي، أول شيء الصوت يشخر. اول شيء بتقول ايه؟ نعم، بتقول اول شيء ايه؟ أقول يعني يترضون على عمر بن الخطاب، مين عمر وهذه بن الخطاب؟ السنة يعني مين هو عمر مو بن صحيح الخطاب؟ يعني انا يترضون راجل على على عمر فكرة بن عمي، ما الخطاب بعرفش وهذه. مين، ما انا راجل عمي خالص، لا اعرف عمر ولا اعرف غير عمر، يعني انا عايز اقتنع بالتشيع، انا راجل عمي، خد بالك ان انا ما اعرفش حاجة غير الصلاة والصوم بس يعني وبعض الواجبات، انا راجل عمي يعني ما اعرفش مين عمر بن الخطاب ومين هذا الامر، مش فاهم انا الحاجات دي، اقنعني بالتشيع حضرتك، اتفضل. هسه انا راح اشرح، راح يعني تريد اشرح لك على عمر بن الخطاب. ما هو معلش مين عمر ده؟ يعني هو عمر ده في القرآن ولا في فين حتة؟ يعني عشان انا راجل عمي، خد بالك، ما اعرفش حاجة غير الصلاة اللي ربنا امرني بيها وصوم رمضان والزكاة والامور التعبدية، لا بعرف سيرة ولا بعرف حاجة، انا راجل عايز اعرف التشيع، اقنعني بيه. يلا خلينا نبدأ من البداية. أول شيء الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه الحق مع علي وعلي مع الحق، مين علي؟ فالراد يتبع علي بن مين أبي علي يا طالب. أستاذنا؟ مين هو علي؟ علي بن أبي طالب. مين هو علي بن أبي طالب؟ إيه ما أنت كل ما أقول لك على واحد تقول لي مين هذا، إيش يطلع ما لي؟ أنا ما أعرفش حد يا أستاذنا، أنا راجل عايز أعرف التوحيد الصحيح، عايز أعرف القرآن، عايز أعرف العبادات، عايز أعرف أصول العقيدة اللي أنا هتسأل عليها يوم القيامة، أو أنا هتسأل عن علي يوم القيامة، وهتسأل عن عمر يوم القيامة؟ جاوبني الصوت يشخط والله. جاوبني. ما جدرت والله الصوت. الو، أنا مش عارف. صوتك ما واضح. صوتي ما واضح؟ صوت عامل إيه في التيك توك يا أحبة يا كرام؟ يا أحبة الكرام، التيك توك الصوت عامل إيه؟ راح انزل وصعد. بسم الله، بس في تقطيع، طب كبسوا على الشاشة يا أحبة، بارك الله فيك.